صاب رشيد شوري المراقب جمعية شبه المقابر سالا. الحمد لله بمقارنة مع الناس ديال الجمعية الأخرى ما كان مقارنة كبيرة مع الجمعية بالنسبة للسالير ولا للبريم ولا كلشي. أوقات العمل ديالك كبيرة؟ متفرقة كله عنده أوقات العمل ديالو، بالنسبة للسيكوريتي ولا الناس ديال العمال ديال النظافة ولا الناس ديال الحفر كله كله الوقت ديالو. كتعطينا كل واحد المهام ديالو شنو تيدير؟ بالنسبه للسيكوريتي الحراسه، بالنسبه للناس تيدخلوا يتراحموا ولا عنده الحراسه، كاين الناس ديال العيال ديال النظافه العمال شي تنقيو ديال النظافه، كاين عمال الحفر الناس تحفر، وكاين العمال باش تصيبوا اللحد باش تطول القبر ديال الجنائز. صافي مرتاحين في الجمعيه؟ الحمد لله مرتاحين، مخلصين مزيان، تتخلصوا في الشهر ديال في الاول ديال الشهر، كاين لي بريم كاين لي صالير مزيان، ولي صالير تنتقاضاو دابا احسن من لي صالير كنا تنتقاضاو شحال هذا، حيت كانوا شي وحدين كانوا في الجمعيه بشحال هذا تيستفزونا وتيستفزوا الناس ديال الجمعيه، والتهديد بالسلاح وبالخناجر وتيصيفطوا لنا الناس من التما. كتسمع بالك كتستفزوا حتى المواطنين تيجيو تيستفزوا المواطنين والفقيه اللي تيقراوا القران هنا وتيستفزونا حنايا هنا اللي خدامين، من تتخلص خصك تعطيهم واحد المبلغ، والناس اللي المال اللي تيبناو القبوره كمستفزين كلش. لا مبقاش دابا المكتب الحمد لله حنا المكتب المسير الجديد دابا مبقاش هادشي، ولكن هذوك الناس باقيين تيستفزوا عبر المواقع الالكترونيه والتشويش على الجمعيه. اللي رحموني خديجه 2019 خدامه في هذه المقبره، هذه ملي كان عماد الريفي 2019 وانا خدامه مع هذه الجمعيه هذه. الحمد لله مزيان، كلشي مزيان، كلشي على ما يرام، كلشي الحمد لله، الامور غدا مزيانه. لا الحمد لله راه كناخذوا المستحقات ديالنا من شهر لشهر في الوقت ديالو، كلشي زعما الحمد لله ما نضيعيناش. الناس هادو الصراحه ما نضيعيناش. بالنسبه للجمعيه الحمد لله راه شحال من واحد راه خدام هنايا، وشحال من واحد راه مش يعني مستافد من هاد الجمعيه هادي، والحمد لله حنا هنايا قايمين هنا عندنا النظافه وعندنا، وبالنسبه للماء كنعطوا الناس الماء بالمجان وكنقوموا هنا بالتنظيف. هادشي اللي كاين. المكتب القديم كان شويه ديال الضغوطات، اللي ماشي بالنسبه للرئيس، اللي كان مع اللي كانوا مشتغلين مع الجمعيه، واحد الفئه اللي كانت مع الجمعيه، هما كان شي مهم، كان الظلم وكان الضغوطات وكان بزاف ديال الحوايج. انا تمارس عليا الضغوطات هنا والظلم وبزاف ديال الحوايج هنا تصايبوا عليا انا من طرف الناس القدام اللي كانوا كيسيروا مسيرين المكتب القديم. انا هنا تظلمت وبزاف الحوايج دازوا عليا هنايا. الحمد لله كلشي تنظم، كلشي غادي هو هذاك، ما كاينش الظلم، ما كاينش الحقره، ما كاين حتى شي حاجه. الحمد لله كنشكروا السيد رئيس هذه الجمعيه السي مروان، نظم لنا هذا الشيء هذا الصراحه، كلشي غادي هو هذاك، كلشي غادي منظم. العمال حتى هما الحمد لله كلشي فرحان، كلشي مزيان. بالنسبه للخلاص الحمد لله ما كنعاونوش من الخلاص، الشهريه ديالنا راه كيجيبوا لنا الشهريه ديالنا في الوقت المناسب، والحمد لله الشكر لله. في هذه مدينه في عين عتيق، والوالده ديالي كتب لي توفى في مدينه في القريه، وكتب لي تدفن في هذه المقبره هذه. ومني جينا تنشوفو تلقاو واحد التحسن مزيان في هذه المقبره هذه، تابعه لصحه الشهداء. انت تجي تشوف الروضه ديال هنا تتلقاها بحال المقبره ديال صحه الشهداء، وكاين واحد الامتيازات كاينين هنايا، تتجي لعند الناس اللي هما تيعطيونا الماء تتجي تخلصهم، تيقول لك لا صافي بلاش عير سير، تتلقى الروضه تبارك الله منظمه، الدار ساكنه فيها، تندخل فرحان و تنفرحوا حتى الدراري ديال السيكوريتي هما منظمين وداك الشيء وهذا، وكاين عندها واحد النظام، كاين عندها واحد النظام. المقابر ديال المغرب يكونوا بحال هكا، وهذه راه هي، اقسم لكم بالله العلي العظيم ما نكرهش انا الناس اللي تيدفنوا في صحه الشهداء يجيو يدفنوا هنايا، حيت المقبره ديال صحه الشهداء ما تتشوف الانسان، تتشوف ذاك الانسان ديالك اللي هو غادي يدفن تتندم، تتقول كون غير
ما نكون غير ما خليت ما كتبش يدفن لينا هنايا، ونزمع المقبره هذه راه كبيره تبارك الله، وفرحت انا اللي الام ديالي دفنات هنايا. شكرا. والمقبره قولها 2016 وحنا فيها وخدام الحمد لله بخير بخير وعلى خير. كنحفر القبوره الصباح كنتوكلوا على الله من الدار، مع 8 الصباح كنتوكلوا الصباح في الدار، كنجيو للمقبره كندخلوا كندخل باذن الله، كنوصل للباب كنقول السلام عليكم انتم السابقون وحنا لاحقون ان شاء الله، وكنجي للبيت واحد البويت عندنا كنبدل حويجاتي وكنمشي نتوكل على الله، كنجيب شد فاس وبارا ديالي وكنقول بسم الله وكنبدا نحفر. مرتاح في الخدمه؟ مرتاح الحمد لله، اللهم لك الحمد. مرتاحين، ما عجبنا حتى شي خدمه من غير الخدمه هذه. واخا قلنا الحاج اسيدي فلوس تاخذ داك الشيء؟ واه بخير الحمد لله، بخير الحمد لله. كان في واحد الوقيته كانت فلوس ناقصه والفلوس المهم كان الشغل ديال هبل تربح، والحمد لله اليوم راه ولات القضيه مزيان. اي المكتب القديم كان ما كانش ميسر شغله، واليوم الحمد لله طبقوا هاك الشغل ولاو عساسه السكريتيين مقابلين. كان ما خدامش، كان المسؤولين ما خدامينش. شنو يديروا؟ ما كاين مكتب متلغز، ما عنده حتى مهنه، ما كاين سكريتي، ما كاين عساس، ما كاين كان صافي. الفلوس النص كيعطيه لك النص كيديوه. ودابا الحمد لله المكتب الجديد دابا ولا زوين، ولا المراقبات ولا شويه ديال النظام، ما بقاش ياك التهموش، ما بقاش الظلم، ما بقاش الحقره. هذا اذا حيد لك هذا يقول لك خرج، هذا يدخل يدخل. فلوسكم تاخذوها؟ فلوسنا كنداخل ناخذوها في الشهر بخير وعلى خير الحمد لله. راضيين على الخدمه مع الحمد لله في السعاده، الحمد لله نحمده ونشكره. شكرا على المشاهده. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.